يقدم لقاء النقابات برئيس الحكومة شيئا، لأنه هو مجرد إعادة نفس الحوارات المفروغة أو الفارقة من المضمون، لأن مضمون هذا النظام الأساسي لم يكن نتاج تلك الحوارات أساسا، وإنما هو كان جاهز، هو تجميع لمسلسل الهجوم. كنقول لك تعاقد في 2016، شرط السن في 2021، كنقول لك المهام كانت تتناسل بمذكرة، جرت جميع هذه الأمور كلها وعطيت لها الصبغة التشريعية في النظام الأساسي، والبيروقراطية النقابية فقط تم التأتيت بها المشهد. فلقاء أو إصراع رئيس الحكومة اللي هو كذلك منزل لسياسات ديال صندوق النقد الدولي وسياسات ديال المؤسسات المانحة في قطاعات اجتماعية من بينها قطاع التعليم، فإصراعه هو من أجل امتصاص غضب ديال الشغيلة التعليمية، من أجل كذلك امتصاص غضب ديال الشارع المغربي. نرى كذلك الأسر اليوم تنتفض على حق أبنائها في التمدرس، وهذا انتفاض نحييهم لاحتجاجهم ونحييهم كذلك لتضامنهم مع الأساتذة، لأنهم يعلمون حق العلم أن الأساتذة لم يخرجوا للشارع فقط من أجل مصالح خاصة، وإنما من أجل إنقاذ ما تبقى من مجانية التعليم، وكذلك للدفاع عن حق ومكتسب تاريخي اللي هو الوظيفة العمومية. واحتجاجات الأسر والآباء والأمهات وأولياء الأمور يجب أن توجه لغاصب الحق، للمسؤول على فرض النظام التعاقد، للمسؤول على فرض النظام الأساسي، للمسؤول على فرض كل هضم للحقوق اللي هو الوزارة، كما يوجه الأساتذة نضالهم للوزارة. اليوم تلتحق كل الشغيلة التعليمية شلل تام على مستوى المدارس، والإجراء الواحد اللي دارته الوزارة هو ليس إجراء جديد، وإنما هو الإجراء القديم الجديد، هو السرقات من الأجور. يعني باش يدوزوا ميساج للأسر أننا رحنا كنتحركوا وكنستاجبوا، شنو غنديروا؟ نقتطعوا ولا نسرقوا من الأجور ديال الأساتذة؟ خرجوا البارح واحد البلاغ في هذا السياق، وهي زعما ما تحتاجش بلاغ، لأن حنا دوزنا ما يزيد على 5 سنوات سرقات والقمع والاعتقال وما إلى ذلك، كل هذه الأساليب ديال تكسير العزائم ديال الأساتذة ومعاركهم. اليوم الشغيلة التعليمية هي عصية عن كل التطويع، وبل ازدادت يعني تشبثا بمطلبها، خصوصا بعد فرض هذا النظام الأساسي التراجعي، نظام أساسي يخرج الكل من الوظيفة العمومية أو يحاول أن يخرج قطاع التعليم برمته من الوظيفة العمومية، كذلك يحاول أن يفوت خدمة التعليم للقطاع الخاص بما سمي بمدرسة الريادة، لأن ذاك المسألة ديال مدرسة الريادة الهدف منها شنو هو؟ هو أن تكون عندي مدرسة ذات استقطاب جيد قدام شي مدارس اللي مهترئين، وغيبقاو الناس يمشيوا ليها، وبالتالي بالتدريج غيتم يكون تفرض فيها رسوم، لأنها غتولي استقطاب أو الطلب عليها مجهد. وبالتالي نقول بأن سياسة الدولة تأتي دائما بالتدرج، فهي فرضت التعاقد في 2016 لكن نصت عليه في 99، كذلك فرضت أو أجرأت السن، شرط السن لولوج قطاع التعليم للوظيفة العمومية، فشرعنته اليوم في هذا النظام الأساسي، كذلك فرضت مهام إضافية اليوم في هذا النظام الأساسي تشرعنها كإطار تشريعي. إذن هذا الإطار التشريعي أو هذا النظام الأساسي ليس هو نتاج هذه الحوارات الأخيرة، وإنما هو تجميع لمسلسل الهجوم الذي يعني طال على مدد من الزمن، تدرجها من أجل أن ما يكونش واحد سخط في أوساط الشغيلة التعليمية ويجي داكشي على جرعات، لكن الشغيلة التعليمية واعية كل الوعي ومتشبتة بحقوقها. اليوم بعد نضالات طويلة وخرجات كثيرة وكثيرة جدا، كان الأستاذ بطبيعة الحال مرغم عليها، فكما نقول في المثل مجبر أخاك لا بطل، وجد نفسه بأنه يصارع الطواحين الهوائية، لأن الحكومة لم تكن لها أذن صاغية ولم يكن لها فم ليستجيب لبعض المطالب
المشروعة بالنسبة لهذا الأستاذ. وجدنا بأن الحكومة في واد والمدرس في واد آخر. انتظرنا على أن يجلس معا المدرس والحكومة على طاولة المفاوضات والحوار ليجد معا حلول على الأقل وسطية، خصوصا وأن هذا المدرس مرغم على أن يغادر القسم ويبقى في نهاية المطاف. المتعلم والمتمدرس هو الذي دفع الثمن غاليا. إذن مرغمون، والله مرغمون على الخروج، على أن نغادر أقسامنا، ولكن لأننا لم نجد خيارا آخر. وفي المقابل كنوجد بأن الحكومة تزيد في تعنتها وفي رفضها الجلوس أمام التنسيقيات لكي تسمع على الأقل مطالب هذا المدرس.